هو حضرتك قلت لي ايه الفرق ما بين الانسان والحيوان؟ تاني الموضوع ده، تاني والتالت وعاشر، هو انت مش عايز تسيبه ليه؟ هو بصراحة مش انا اللي عايز اسيبه، العلماء والابحاث بتاعتهم عايزين يلغوا اي فرق كاملا ما بين الانسان والحيوان. النهاردة احنا معانا بحث مهم جدا معمول في الصين، هو البحث ليه سنة تقريبا طالع، عايزين نشوف البحث ده الصينيين عملوا فيه ايه، لكن بعد الفاصل. انا شهير طلعت وحضراتكم بتتابعوا قناة يوميات طبيب نفسي. اهلا وسهلا بحضراتكم. فاكرين في اول فيديو اللي عملناه في السلسلة بتاعت الفرق ما بين الانسان والحيوان، وكان في رأي شائع بيقول ان الفرق ما بين الانسان والحيوان هو الذكاء، وساعتها انا رديت على صاحبي ده وقلت له انت بالذات ما ينفعش تقول الرأي ده. ومع ذلك حتى الفرق ده اللي احنا بنهزر فيه وبنستخدمه مادة للسخرية، حتى الفرق ده العلماء الصينيين مرضيوش ان هم يسيبوه في حاله. العلماء الصينيين عملوا ايه؟ 12 بحث في اعتقد في 2019، ابريل 2019، ثواني كده، مايو 2019، 12 بحث في مايو 2019، هحط لحضراتكم كل اللينكات في صندوق الوصف. قام بيه العلماء انهم اخدوا جين من الانسان، الجين ده الاختصار او الرمز الكودي بتاعه MCPH1، اخدوا الجين ده وزرعوه في قرد الريسس، ريسس مونكيز، الرود من الفصيلة الريسس بتاعت الـ RH بتاعت زمان بتاعت الكلية دي، فاكرينها؟ ومش اكتفوا كده بس، لا ده هما عملوا first generation كان 8 رود، والsecond generation الجيل التاني كان حوالي 3 رود. الجين ده المجلات اللي مش علمية بتوصفه انه جين الذكاء، المجلات اللي مش علمية بتوصفه انه جين الذكاء، يعني احنا اذكياء بسبب هذا الجين، او نوعا ما بيفرق المخ الانساني عن المخ الحيواني او اقرب الامخاخ لينا اللي هي مخ القرود. لكن المجلات العلمية بتحاول، يعني الله اعلم بقى هل بتحاول تزوق او ليها بالفعل يعني المعنى ده، بتقول ان الجين ده هو المسؤول عن البرين ديفلوبمنت اند ايفوليوشن، يعني النمو وتطور المخ، يعني احنا تطورنا في مسيرة التطور اللي على حسب النظرية بتاعت التطور بسبب هذا الجين، بسبب تأثيره على المخ الإنساني، على المخ الحيواني بتاعنا، فإحنا بقينا بشر بسبب هذا الجين أو واحد من ضمن الجينات دي. اتزرع الجين في القرود، مش كلهم كملت بنجاح، في حوالي 5 من 11 دول اتوفوا ما تمتش التجربة عليهم، الباقيين تمت التجربة عليهم. وقاسوا تأثير الجين ده على القردة اللي اتزرعت فيها، فلقيوا ان الشورت تيرم ميموري او الذاكرة قصيرة المدى بتاعتها بتاعت القرود لما اتزرع فيها الجين ده اتحسنت، بالاضافة للرياكشن تايم اللي هو رد الفعل بتاعها بقى اسرع، او رياكشن تايم بقى اقصر. ودي كانت ملخص التجربة اللي عملوها الصينيين، اخدوا الجين بتاع الانسان بتاع المفترض انه بين قوسين كده الذكاء وحطوه في القردة. كالعادة هيئات وعلماء في جميع انحاء العالم اعترضوا اخلاقيا على البحث ده، واي بحث في الدنيا ممكن يعني نقول انه هيفرق معانا في علاج بعض الامراض زي مثلا الاوتيزم اللي هو التوحد، وبيقيسوا القدرات العقليه الكوجنيتيف سكيلز بتاعه الانسان، فهنقيسها ازاي او نحاول ان احنا نشخصها ازاي او نعالجها ازاي الا من خلال التجارب الحيوانيه. ده كان رد بعض العلماء. بغض النظر يعني هل فعلا البحث ده ليه جانب أخلاقي ولا لا، وهل ليه بعد كده استخدامات طبية ولا لا، لكن بلا أدنى شك الأبحاث اللي من النوعية دي
بتفتح الباب لكتير جدا من الأسئلة. في أسئلة لحد لها ولا حصر ممكن نسألها في الجزئية دي. أول حاجة وهي دي أنا يعني نوعا ما أنا معجب بيها ونوعا ما يعني بأروج لها بشكل أو بآخر يعني، وهو إن القصة في الجين ده بفرض إن هو حسن مستويات الشورت تيرم ميموري الذاكرة قصيرة المدى وحسن الرياكشن تايم، لكن المهم إنه هل هو المسؤول عن اللغة ولا لأ؟ هل الجين ده قادر على إنه يخلي القردة تملك جهاز لغوي زينا ولا لأ؟ مش بس الجهاز الصوتي، لأ جهاز لغوي في المخ، لأن جزء أصيل جدا وده ممكن نبقى نخصص له فيديو تاني في الفرق ما بين الإنسان والقرد أو الإنسان والحيوان أو الإنسان والقرد على وجه الخصوص، إن ممكن تكون القردة الذاكرة بتاعتها أحسن من الإنسان، لكن الإنسان متفوق عليها لغويا، يعني الإنسان استبدل الذاكرة باللغة. فلو الجين ده مش بيعمل لغة أو مش بيعمل جهاز لغوي أو مش بيحسن الجهاز اللغوي، أنا أعتقد إنه مش هتبقى له فايدة كبيرة جدا، وخصوصا إن حتى لو هو بيستخدم يعني عايزين يعني نستخدمه في تشخيص وعلاج الأوتيزم أو التوحد، فجزء أصيل جدا من الاضطراب ده هو الاضطراب في التواصل اللغوي. الجزء الثاني برضو من ضمن الأسئلة المهمة جدا اللي بتطرح في المجال ده، وهو أنا شايف إن هو السؤال بالنسبة لي أنا سؤال خطير، وهو هل فعلا الجين ده بينقص إن هو جين الذكاء؟ طيب لو فرضنا إن ده جين الذكاء، هل في كميات مختلفة، يعني أنا بستخدم ألفاظ مش علمية قوي لكن هستخدمها علشان أبسط الموضوع، هل في من الجين ده كميات مختلفة طبقا للشعوب؟ يعني ممكن نقيس كده مثلا الشعوب بشرق أوسطية، أمريكا، أوروبا، الأفارقة، الأسويين، هل الجين ده موجود بكميات مختلفة في الشعوب المختلفة؟ وبالتالي لو أنا إذا كنت بدأت الفيديو بعنصرية شوية للجنس البشري، هل هتصبح هناك في جنس متفوق في هذا الجين وبالتالي هو متفوق ذكائيا؟ ولو فرضنا إن ده موجود، هل ممكن إن إحنا نزرع الجين ده مثلا بكميات كبيرة بحيث إن إحنا نلغي الفرق اللي في الذكاء ده؟ بمعنى مثلا لو أنا مثلا هنفترض مثلا إن في شعب من الشعوب سين عنده كيلو من الجين ده وهو أقل ذكاء من الشعب الصاد اللي عنده 100 كيلو، فأنا لو زودت الترانسكريبت بتاع الجين ده بشكل أو بآخر يبقى قدرت إني أقلل الفجوة في مستويات الذكاء، وأعتقد إن ده هتبقى يعني حاجة لطيفة يعني إذا ما كانش بيستخدم ضدنا بالفعل يعني. وده بيوصلنا لنقطة تالتة، وهو هل الذكاء بس جينات ولا كمان تأثير بيئي؟ لغاية دلوقتي الأبحاث دي والنوعية معينة النوعية دي من الأبحاث بتركز على الجزء الجيني، الجزء البيولوجي، الجزء الوراثي، الجزء الإنسان والمجتمع مش مسؤول عنه، لا المجتمع ولا الدولة مسؤولة عنه. فهل ده كافي لوحده، التأثير الجيني كافي لوحده بدون التأثير البيئي في خلق مجتمع ذكي أو ساهم في تطور الإنسانية بشكل معين، ولا إحنا كمان محتاجين للتدخل البيئي والتدخل المجتمعي على أساس إن يتم الاستخدام الأمثل لهذا الجين، يعني لا يضمر، يعني لو الجين ده ملقاش البيئة الحاضنة ليه في المجتمع مش هيبقى له تأثير. وبنستمر في الأسئلة دي وحنفضل نسأل فيها، يعني طب دلوقتي احنا زرعنا الجين ده في القردة، افرض زرعناه مثلا في الحمير، ايه اللي هيحصل؟ ولا الحمير تملك نوع من أنواع الذكاء زي ما احنا بنشوفها في الحقول بتاعتنا والمزارع؟ البحث
أتمنى بالفعل أن تكون لي استخدامات طبية، وأتمنى أن هو يخدم الجنس البشري، وأتمنى أنه يشيل جزء من معاناة كتير من البشر، وما تبقالوش استخدامات تانية يعني بقى سياسية عسكرية أيا ما كانت هذه الاستخدامات. وده برضو بيخلينا نسأل علماء الجينات، وعلماء الجينات المصريين، هل ممكن ان احنا نقيس هذا الجين بنقصين كده بالكميات بتاعته في الشعب بتاعنا، ونقارنها ببقية الشعوب العالم، ونشوف هل ممكن نتغلب على هل فعلا في فرق ولا مفيش فرق. اتمنى اني انا اكون اوجزت رأيي في البحث ده، واتمنى اني ما كنت منحاز مع او ضد البحث ده، لكنه زي ما انتم شفتوا هو بحث خطير ومش لطيف من وجهة نظري يعني. شكرا لكم وسلامتكم، الف سلامة وسلام. سلام.